هنروح لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وبنؤكد معلش تاني وتالت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصا مع خطورة الموجة التانية للفيروس واللي أصبحت بتنتشر بشكل سريع جدا وبشكل كبير جدا في كل دول العالم. والحقيقة أنه كل واحد فينا يعني إذا قعد كده مع نفسه هيلاقي أنه هو يعرف 4 5 يمكن 6 أسماء احيانا اكتر مصابين الان بفيروس كورونا، واعتقد ان ده اكبر دليل انه الموجه سريعه الانتشار بشكل كبير، وبالتالي ما هيش بعيد عن اي حد فينا، ومهم ان احنا نلتزم باتباع كل التعليمات الوقائيه. احنا معانا على التليفون دكتور تامر مسعد، استشاري امراض القلب والقسطره بجامعه الفيوم، دكتور طبعا زميل جامعه استوريس الاسبانيه. مساء الخير يا دكتور، وازاي يمكن الحد ومقاومه سرعه الانتشار انتشار عدوى كورونا في ظل خطوره الموجه الثانيه للفيروس اللي بيشهدها العالم كله؟ مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هو زي ما حضرتك قلت كلمه حلوه قوي، مين فينا ما يعرفش حد جاله كورونا دلوقتي؟ صح. وبرضو الاساليب اللي تبدو بدائيه اللي هو الماسك والتباعد الاجتماعي والله العظيم مؤثره جدا جدا جدا. انا عن نفسي يعني خالطت كذا حاله كورونا جمني في العياده، كنت فقط لابس الماسك ربنا ستر معايا الحمد لله، ولغايه دلوقتي الدنيا ماشيه الحمد لله. كنت لابس الماسك والمريض لابس الماسك. بالظبط كده. يبقى دي نقطه مهمه انه احنا لازم كلنا نلبس الماسك، لانه لو لا قدر الله حد فينا مصاب ده بيكون عامل يعني بنسبه عاليه ان هو يحمي الطرف الغير مريض انه يتعدي. مظبوط، بس بشرط الاثنين يكونوا لابسين. طبعا انا بخاف مفروض على نفسي وعلى حواليا. صح. انا افرض حضرتك ان انت راجل شاب مثلا مش هيظهر لك اعراض، ليه تعدي والدك ولا والدتك ولا عمك ولا خالك ولا ولد؟ فالشيء طبعا هو منتشر جدا جدا فعلا، بس ان شاء الله يعني ابسط الاحتياطات يعني تقينا منه ان شاء الله. طبعا غسل الايدين، التباعد الاجتماعي، الماسك، ان انا احاول ما اقعدش في اوضه يعني زحمه ناس كتير، ان انا لو امكن ما كانش مواصلات زحمه قوي، لو امكن عندي رفاهيه اشتغل من البيت يا ريت، لو ما امكنش يبقى انا برضه في البيت هاخد سوري في الشغل اخد احتياطاتي يعني، وربنا يحفظنا يا رب. طب توابع الاصابه بفيروس كورونا، بنتكلم في تخصص حضرتك يعني، على مرضى القلب والشرايين بتكون ايه يا دكتور؟ هو انا عايز اطمن الناس، مش عايزين افراط ولا تفريط، بمعنى ان مش اي حد مثلا مركب دعامه يخاف على نفسه ان كورونا هيبهدله. اللي مركب دعامه ممكن يعيش حياته عادي خالص زيه زي اي حد تاني. بنخاف اكتر على عندهم مثلا فشل او قصور في عضله القلب، اللي عندهم حاجات امراض صدريه مزمنه، اللي عندهم سكر غير مسيطر عليه، اللي عندهم مثلا حاجات مناعه ضعيفه. بالنسبه لي قلب خف قوي قوي على قلبه، عضله قلب ضعيفه جدا جدا. هم دول اللي فيه خوف عليهم. تمام. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور تامر مسعد، استشاري ومدرس امراض القلب والقسطره بجامعه الفيوم وزميل جامعه استوريس الاسبانيه.